تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقول يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. أقرأ لأجل تعلمنا جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي. فيليبي مدينة صغيرة جدا كانت بمثابة قرية في أوروبا، وهي تعتبر أول مدينة أو أول قرية أمنت بالمسيح. وعشان كده رسالة فيليبي رسالة مهمة، لكن كمان القديس بولس الرسول كتب الرسالة دي وهو في السجن، يعني وهو في سجن روما. وكونه في السجن يعني مفروض وقت ألم ووقت ضيق، لكن العجيب أنه كتب الرسالة ده هي بروح الفرح، الرسالة كلها بروح الفرح. فهقرأ جزء من الإصحاح الأول من عدد 21، بيقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. عايزكم تاخدوا بالكم أنه هو في السجن، قاعد في السجن مسجون، قعد مسجون سنتين. ففي السجن بيكتب الكلمات دي عشان تعرفوا وتتعرفوا على نفسيته. لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا أعلم إني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع فيا بواسطة حضوري أنا أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. باعتبار النهاردة آخر يوم في شهر سبتمبر، وشهر سبتمبر ده بنحتفل بيه بعيدين كبداية للسنة القبطية، وبيبتدي فيه الشهر الأول في السنة القبطية اللي هو شهر توت. بنحتفل في نصه الأول بعيد النيروز أو عيد الشهداء، وفي نصه الثاني بنحتفل بعيد الصليب. ولو سألنا نفسنا إيه الرابط اللي ما بين النيروز وما بين الصليب، وخدوا بالكم إن العيدين دول بنقضيهم كأيام فرح جوا الكنيسة، فرح لغاية يوم 16 من 1 توت ل 16 توت بعيد النيروز، ومن 17 ل 19 اللي هو انتهى مبارح يبقى عيد الصليب بنحتفل بيه لثلاث أيام. إيه الرابط ما بين النيروز والصليب؟ ودي الأعياد اللي بنبتدي بيها السنة القبطية الجديدة. اتولد في حياة المسيحيين وظهرت بشدة في وقت الاستشهاد أن كان عندهم شهوة أو رغبة أو احتياج أن احنا عايزين نقابل المسيح، عايزين نقابل المسيح. والشهوة دي، وأنا بستخدم كلمة شهوة لأنها تعبر عن الحب الجارف، الحب الشديد، عايزين نقابل المسيح. عشان كده بنسمع في قصص الشهداء عن كبار وصغيرين ورجال ونساء والنوعيات دي كلها. هو إيه الحكاية؟ أنتوا اتعلمتوا الحكاية دي إمتى؟ الرغبة اللي جواه الإنسان أنه عايز يقابل المسيح، وفي مقابلها الاستهانة بكل شيء. وبعدين في نفس الوقت عيد الصليب هو عيد مقابلة الإنسان مع الصليب نفسه، والصليب يعني المسيح.
عشان كده عايز أكلمكم على الحتة الصغيرة ده هي اللي هي الالتقاء بالمسيح أو الاشتياق للمسيح أو اشتهاء الانطلاق للمسيح. خدوها بأي معنى تقدروا تحبوه. يعني هنا بولس الرسول هو في السجن وما كانش عجز. بولس الرسول كل عمره ما زادش عن 62 سنة, فده كان قبل كده. وبعدين يقول هو في السجن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح, سواء حياة أو موت هو حاجة كويسة. وبعدين يكمل بعبارة لطيفة قوي معظمنا حافظها, لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جد. تالي العبارة دي كانت هي صوت الشهداء وكانت هي صوت القديسين, وكل اللي عاشوا في القداسة عاشوا في المفهوم ده. وده يفسر لنا حاجات غريبة. يعني فصل لنا مثلا واحد زي القديس أنبا بولا أول السواح, ده عاش في السياحة الروحية واكتفى بطعام بسيط جدا ويكاد يكون تخلى عن كل شيء في الحياة العادية بتاعتنا. قديس أنبا بولا, إيه اللي خلاك تبقى يعني فرحان بالحياة دي؟ يقول عشان أنا عندي شهوة الالتقاء بالمسيح أو لقاء المسيح. عايز أجيب لكم أصل الموضوع في الكتاب المقدس. في العهد الجديد بنتقابل مع شخصيات راحت للمسيح علشان تتعرف عليه, راحت برجليه. وطبعا لما راحوا للمسيح راحوا بسبب, يعني مش راحين يتفرجوا. يعني مثلا المرأة الكنعانية بنتها عيانة وتعبانة ومفيش طب بقى يقدر يشفي الحالة ده هي, فخدت نفسها وراحت للمسيح تقصد أنه الطبيب الحقيقي اللي ممكن يشفي بنتها. مثلا نسمع عن نسنائيل أحد تلاميذ المسيح, نسمع عن أهل السامرة طلعوا شوفوا المسيح ده إيه اللي قالت عليه المرأة السامرية. المهم ان ناس سمعت عن المسيح وبحثت عنه, عايزين يعرفوه مين هو. يمكن يدخل في نفس المفهوم ده واحد زي زكا العشار. زكا العشار زي ما كلكم تعرفوا كان بيعمل في هذا العمل اللي هو زي جاب الضرائب. وجاب الضرائب في التاريخ القديم يمثل الامبراطورية الرومانية اللي كانت محتلة منطقة اليهودية. فكان جابي العشور أو جابي الضرائب يمثل شخص مش محبوب في المجتمع بتاعه, المجتمع اليهودي لو بيظلمهم. لكن سمع من الناس اللي مرغمة غصب عنها تروح تدفع اللي عليها, وكان حق عن حق أو عن باطل, بقوا مرغمين إنهم يقدموا وفي نفس الوقت يتكلموا عن المسيح. هو زكا سمع مين المسيح ده, سمع, لكن من كتر السمع اشتاق أن يعرفه. كلكم عارفين المقابلة الجميلة, وشوف بقى حكمة الإنجيل وهو بيتكلم, إن مقابلة زكا اللي راح استخبى في الشجرة مع المسيح عند هذه الشجرة. طب وش معنى يا رب يعني الشجرة ده هيت, أو وش معنى يا زكا اخترت الشجرة ده؟ بمعنى رمزي أن الإنسان زكا تقابل مع المسيح المخلص عند الشجرة اللي هي الصليب. المعنى بقى عنده شهوة. طب إيه الشهوة بتاعتك؟ قال الشهوة بتاعتي ما تاخدش ثانيتين, أنا بس أبوص عليه أشوفه. وكانت النتيجة إن المسيح استدعى وقال له باسمه ونزل, واليوم حصل خلاص لهذا البيت. شهوة جوه الإنسان, الشهوة دي بتتربى تتكون زي ما أحكي لكم بعد شوي. مثلا نسمع عن أن المسيح دخل بيت مريم ومرسى والعازر, ودخل في مناسبة حزينة لعازر مرض ومات, وبقى في شهوة يا ريتك كنت موجود, كان أخونا ده ما ماتش. ده كان إحساسهم أو تعبيرهم. ونسمع عن المرأة السامرية
المسيح يروح عند البير ويروح الساعة 12 الظهر لعز الشمس اللي هي ساعة الصليب. هتعمل ايه؟ قال انا هقعد استنى المرأة السامرية، وعشان هي سيدة يمكن تتكسف من وجود التلاميذ وياي، فقال لهم اتفضلوا هتونا اكل طعام. وكانت النتيجة ان المرأة كعادتها جات عشان تسقي او تجيب تملى جرتها بالمية، وبقيت الحوار انتوا عارفينه، الحوار الجميل. والمسيح يتواصل مع امرأة فيخلص مدينة، يتواصل مع امرأة واحدة يخلص مدينة كاملة، مدينة السامرة اللي عرفت المسيح. بس السياق الداخلي، الشهوة الداخلية، الرغبة في انك تشوف المسيح وتقابل المسيح. نسمع طبعا المسيح دخل بيت ييروس، نسمع المسيح دخل قرية نايين، نسمع عن سمعان الفريسي، نسمع عن شخصيات كتيرة تقابلت واشتاقت واشتهت أن تقابل المسيح. يبقى سؤالين. السؤال الأول ليه هم كده يعني عايزين يعيشوا ويشوفوا ويشتاقوا؟ هنا بولس الرسول يقول لي اشتهاء أكون مع المسيح، ليه؟ والسؤال الثاني ازاي؟ السؤال الأول ليه؟ لأسباب عديدة. أولا الشعور الداخلي بأنهم حسوا أن ليس بأحد غيره الخلاص، مفيش حد تاني يقدر يمسح خطيتنا أو يمسح ضعفتنا ويدينا خلاص من كل خطية لكما يكون للإنسان نصيب في السماء، ليس بأحد غيره الخلاص. طبعا زي ما انتم عارفين كلمة يسوع معناها مخلص، ومسيح معناها ماسح للخطايا. فبقى زي ما بيعبر الكتاب في سفر الأعمال، ليس بأحد غيره الخلاص، مفيش حد يقدر يمسح الخطية من أعماق الإنسان، ما عاملة زي المرض، غير المسيح. لما بيبقى إنسان مريض، ربنا يحافظ عليكم جميعا، المريض بيروح للطبيب يقول له الجزء ده بيوجعني، الجزء ده متألم فيه، وبيبتدي المريض الطبيب يكشف عليه وشوية بشوية لغاية ما يزيل أسباب المرض. فمن يزيل أسباب الخطية؟ ومن يزيل لوثة الروح؟ الخطية بتأثر في روح الإنسان. فكان إحساسهم إن ليس بأحد غيري، إحنا رايحين للمخلص ما فيش زيه، هو اللي يقدر يخلصني من الأتعاب، هو اللي يقدر يخلصني من الخطايا المتسلطة عليا. حتى المسيح نفسه قال في يوم من الأيام تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. وطبعا المتعبين والثقيل الأحمال دي كلمة واسعة كبيرة، كل واحد شايل حبل وكل واحد شايل الألم. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. فده كان الإحساس، أنا هرتاح في المسيح. طبعا الإنسان في مسيرة حياته بيتعرض لخطايا كبيرة، من أشهر خطايا الإنسان خطايا الكبرياء. كبرياء يعني إيه؟ يعني واحد شايف نفسه كده يعني حبتين زي ما بنقول، واخدين بالكم؟ وشايف ان هو افضل من الاخرين، سواء اللي قدامه ده واحد كبير او واحد صغير، انا شايف نفسي احسن، انا افضل باي صوره من الصور. فكانت خطايا اللي جوه الانسان زي الكبرياء زي الحقد زي الحسد، مين هيشيل الخطايا دي؟ مفيش دكتور متخصص عشان يشيل الحسد من الانسان او الحقد من الانسان او الكراهيه من الانسان او الكبرياء من الإنسان. مفيش، هو الطبيب الحقيقي، طبيب نفوسنا، السيد المسيح. ده أول سبب. سبب تاني خلاهم يلجأوا للمسيح شعورهم أنه هو الراعي. بيعجبني داود النبي في الآية اللي بتحبوها والمزمور، الرب راعية فلا يعوزني شيء. ده انت يا داود راجل كبير وراجل مهم و و و و وعندك خراف وبترعاها لا لا لا، كل ده على جنب، المهم ان الرب راعيه فلا يعوزني شيء.
ويبتدي يفصص ويعني أشكال هذه الرعاية هي إيه؟ بيديني المية، بيديني الأكل، بيديني الخضرة إلى آخر هذه السلسلة. هو الراعي. راعي يعني بيسهر على راحتنا. راعي هياخدني في حضنه، هيطبطب عليا في الوقت اللي فيه ألم، هيعزيني، هيقف جنبي، مش هيسيبني، عينه عليا من أول السنة إلى آخرها. حتى لو كنت في ضعف أو في خطية برضه هو هيسندني. هو الراعي. الراعي. ويمكن إحنا عشان يعني سكان القاهرة هنا مش بنشوف منظر الراعي. لو تشوف منظر الراعي في مناطق الصحراء، وإزاي الراعي إنسان بسيط ماشي وماسك في إيده عصاية وماشي وياه الخراف بتوعه وماشي واخد باله من كل حاجة، الصغير والكبير، الصغير والكبير، واخد باله من كل صغيرة وكبيرة، من مكان الظل اللي يودي فيه الخراف، مكان الشمس، مكان المية، مكان ما يكونش فيه حاجة تجرح الخراف، لو شاف خروف ولا حاجة تعبان يقدر يشيله، وهكذا. هو الراعي، هو المخلص واحد، نمرة اثنين هو الراعي. كمان هو القادر. أنا بلجأ للقادر. مرة قريت عبارة لطيفة كده بيقول لك إذا كنت مع الله فأنت مع الأغلبية. عارفين الأغلبية والأقلية في أي مجتمع يقولوها كلمة كده، يمكن في الأمور الحياة الاجتماعية، إذا كنت مع الله فأنت مع الأغلبية. أنت مع الأغلبية، طب خايف ليه؟ طب متوتر ليه؟ ده أنت معك الأغلبية. فهو القادر، هو القادر اللي يقدر يسند الإنسان في كل ضعفات الحياة. بلا شك يا أحبائي كلنا بنواجه ضعفات في الحياة، كل واحد في ضعف وفي ألم، في حاجات ظاهرة وفي حاجات مش ظاهرة، في ألمات لا تنتهي، وقضية الألم قضية كبيرة في حياة الإنسان. وليه ربنا بيسمح بالألمات؟ وليه بيسمح بألمات صعبة؟ يمكن إحنا البشر نقول لبعضنا يا إيه الحكاية الصعبة دي؟ ده ما حدش يستحمل كده. كلنا بنفكر بالأسلوب ده، لكن الله القادر على كل شيء هو يستطيع أنه يسند الإنسان في هذا الضعف. بولس الرسول يقول في نفس الرسالة ده، هي أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أستطيع كل شيء، خذوا بالكم عبارة مش سهلة، أستطيع كل شيء. طب ده أنت يا بولس يعني واحد زينا مش كده؟ ده أنت كمان في السجن، ده أنت كمان تستطيع كل شيء إيه؟ ده أنت ما تعرفش تعمل حاجة، ده أنت حريتك مقيدة، كويس؟ حريتك واقفة. تقول إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح. عشان تبقى أكثر وضوحا لكم، أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. فكلمة خين هنا في الأصل القبطي معناها فيه أو بي، في المسيح أو بالمسيح. أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. هو اللي يقدر يسندني في ضعفي، هو اللي يقدر يسندني في ألمي، هو الوحيد. طب والتعزية دي هتيجي إزاي؟ هو يتصرف فيها بقى، هو بيقدمها لنا. هو لا يترك الإنسان، لأن الإنسان زي ما بنقرأ في قصص أبائنا القديسين والشهداء كانوا بيتعرضوا لألمات شديدة جدا. نقرأ في قصة من القصص أنه كان في مجموعة كبيرة من 40 شخص عذبوهم عذبات شديدة، وبعدين رموهم في بحيرة متقدة، بحيرة مثلجة أو فيها جليد، كويس؟ بيموتوا. فكون كل واحد بينزل وبيموت كان يظهر إكليل من السماء بيجي على راسه. واحد من 40 دول خاف وكش. لما ابتدى ينظر هذه الأكاليل اللي بتوضع لهؤلاء القديسين، نزل ورمى نفسه في هذه البحيرة واستشهد معه. جاب القوة دي منين؟ جاب الاحتمال ده منين؟ جاب الصبر ده منين؟
ما الحاجات دي يجيبها الإنسان منين؟ من شخص المسيح. فهو القادر، القادر على كل شيء. وطبعا كلكم تفتكروا وياي شاول الترسوسي اللي كان بعيد خالص واسمه بس مفزع بالنسبة للمسيحيين. شاول إيه اللي حصل لك؟ قال في نص حياتي ظهر لي المسيح. وإيه اللي حصل؟ قال حياتي تبدلت تماما. هو القادر أن يغير الظلمة إلى نور، ويحول الإنسان الشرير مثل شاول الترسوسي إلى إنسان بار، وأصيل القديس بولس الرسول العظيم الكارز العظيم. هو القادر. في حاجات يا أحباء أحيان نقول لبعضنا وإزاي ده يحصل والموضوع ده يمشي إزاي، نقول له لا هو ربنا، هو ربنا بيمد إيده. ده أحيان حتى في الأتعاب يقف الطبيب كده قدام حالة من الحالات الصعبة يقول مش عارف إيه اللي حصل فيها، في قوة خارجة بعيدة عن الطب وبعيدة عن الدراسة وبعيدة عن العلم، لكن يد الله اشتغلت وعملت. هو القادر على كل شيء. هو المخلص، هو الراعي، هو القادر على كل شيء، هو ملك السلام. ملك السلام. العالم يعني ممكن نبيت في يوم ونصبح الصبح نلاقي نسمع كده في الأخبار إن البلد الفلانية بتحارب البلد العلانية كده على طول، نسمع الحروب في كل مكان، والحروب بأشكالها بقى المتنوعة، إن كان فيها عنف، إن كان فيها إرهاب، إن كان فيها جريمة، إن كان فيها أي شيء. لا يوجد سلام إلا من ملك السلام. لا يوجد سلام إلا من ملك السلام. في التاريخ الحديث نوعا ما في أعوام الستينيات كان في سكرتير عام للأمم المتحدة اسمه هامرشيلد، داج هامرشيلد، الكبار فيكم يفتكر. والراجل ده كان دايما هو كان إنسان مسيحي وكان بيحب يقرأ في الإنجيل كتير، وكان لما بيروح مناطق النزاع، كان لسه بقى في الستينات دي لسه مخلصين الحرب العالمية الثانية اللي خلصت سنة 45، فكان لما يروح مناطق النزاع وهو في الطيارة يقعد يكتب تأملاته، ويقعد يكتب تأملات إن ما فيش إمكانية إن يحل السلام في هذا النزاع إلا بحضور المسيح. ولقوا التأملات دي بتاعته بعد كده لما هو مات في حادث طيارة، لقوا التأملات دهيت وجمعوها وطلعوها في كتاب جميل خالص. أقصد إن لا يوجد سلام إلا من صانع السلام، ملك السلام. والآية جميلة وواضحة جدا، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعوا. يصنع سلام. طب هعمل سلام إزاي إلا إذا كنت من عند المسيح، من عند المسيح. طبعا دي باختصار ليه كان عندهم هذا الاشتياق للسماء. فاضل سؤال أخير اللي هو إزاي أنا، إزاي الإنسان يتعلم هذا الاشتياق؟ إزاي يتعلم؟ عايز أحط قدامك شوية معاني صغيرة من ممارستنا الروحية. أول موقف تتعلم فيه الاشتياق هو موقف الصلاة. الصلاة. وتهيألي أنت واخد بالك إن كنيستنا من الكنائس الممتلئة بالصلاة. الصلاة بكل أشكالها بقى، الصلوات، القداسات، الألحان، التسبيح، المدايح، الترانيم، كل دي أشكال من أشكال الصلوات. طب ليه الصلوات كتيرة في كنيستنا كده؟ أقول لك أصلك أنت بتاخد تدريب يومي، بتتعلم كل يوم علشان تتكون عندك رغبة وشهوة الالتقاء بالمسيح، إنك تقف قدام المسيح تبقى مشتاق له. وده اللي كانوا عايشين فيه. ده بنسمع عن القديسين حتى في أثناء عزباتهم كانوا يقعدوا يصلي، لأن هو الصلاة ده هي اللي أوجدت فيه هذه الرغبة. طب واحد ما عندوش روح الصلاة، قلبه ناشف،
قلبه جاف زي ربنا يحفظكم الأرض المشققة اللي ما فيهاش مية، تكون النتيجة تعيش فيها حشرات ولا تثمر. لكن الأرض الحلوة اللي فيها اهتمام، اللي باستمرار بتعرض للشمس بتعرض للمية وللهواء، بتدي ثمر حلو. صلواتك هي أول تدريب يساعدك على أنك تبقى عندك شهوة الالتقاء بالمسيح. واعرف في كل مرة بتقف وترشم الصليب وتبتدي صلواتك مهما كانت صغيرة أو كبيرة، أعرف أن المسيح يقول لك أنا سمعك، أنا واخد بالي منك. أو زي ما عروس النشيد بتقول، بيقول لها كده العريس، بيقول لها صوتك لطيف ووجهك جميل. صوتك لطيف، صوت الصلاة، مجرد أن الصلوات ترتفع صوتها ومعنى الصوت ده عند الله حلو. أول مشهد أو أول موقف تتعلم فيه هذه الشهوة، شهوة الالتقاء بالمسيح، هي الصلاة. الأمر الثاني، المشهد الثاني، مشهد الإنجيل، القراءات الإنجيلية. الكتاب المقدس يقول لنا كده السيد المسيح، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. روح يخلي الإنسان، روح يعني حياة، روح تسري جواك، تسري جواك، والروح ده هي تتحول إلى حياة، إلى سلوكياتنا العادية اللي بنعيش فيها. ويمكن تلاحظوا وياه ملحوظة لطيفة قوي، إن آخر آية في الإنجيل بتقول إيه؟ أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى، أنا عايز أشوفك. زي ما أكلم واحد كده في التليفون أقول له أنا عايز أشوفك، عايز أقابلك. فكأن الكتاب المقدس كله يختصر في الآية الأخيرة فيه، أمين تعالى أيها الرب يسوع. يعني في كل مرة بتقعد قدام إنجيلك، أنت صوتك من جواك بيقول أمين تعالى أيها الرب يسوع، عايزك يا رب، عايز أشوفك، عايز أشعر بوجودك، عايز تتكون جوايا شهوة الالتقاء بيك، يتكون جوايا الاشتياق. وزي ما بقول لكم الآية الأخيرة دي ينصب فيها كل الكتاب المقدس. ففي كل مرة بتفتح إنجيلك أنت بتفتح قناة بلغتنا علشان ترى مسيحك، عشان تعيش فيه، عشان يتصور لك في قلبك وتتكون عندك الشهوة دي باستمرار. نسمع في سير القديسين انه كان بيقرأ آية واحدة او باراجراف واحد هو اللي يقوله ويعيش فيه خالص ويتعمق الى داخله، ومن خلاله يرى المسيح. المشهد الثاني، مشهد الكتاب المقدس. المشهد الثالث اللي هو مشهد التوبة. التوبة، الكنيسة برضو بتكلمنا عن التوبة ليلة نهار، وتوبة الإنسان عمل تهتز له السماء، وتوبة الإنسان اللي بتحول الإنسان من طريق بعيد خالص تحطه على الطريق لرؤية المسيح. الابن الضال لما رجع قال له كده، أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، خد بالك، هو لما كان بعيد بعد عن رؤية أبوه، لما ابتدى يجي يتوب قال له أخطيت للسماء وأخطيت قدامك ومش مستحق أن أنا أجي أشوفك، لكن بالتوبة أنت هتقبلني. وقد كان الأب كمثل في هذا المثل أو كرمز، فتح أحضانه وقبل ابنه برغم كل الظروف الوحشة اللي كان فيها، برغم كل الأخطاء اللي وقع فيها، بل رفع من رتبته وخلاه ابنه حبيبه، خلاه جنبه، يديله الحلة الجديدة ويديله الخاتم ويديله الحذاء ويذبح العجن وسمن وياخده في حضنه. وهو لما الأب أخذ الابن الضال في حضنه، ما هي دي قمة شهوة الالتقاء مع المسيح. فيش أكتر من كده، إن أنا أدخل في حضن المسيح. فمشهد التوبة هو مشهد
ليه بنتوب باستمرار؟ ليه عندنا سر اعتراف؟ ليه بعترف قدام الأب الكاهن عشان يساعدني؟ ليه بقعد بيني وبين نفسي بين وقت والتاني وأفحص سلوكي وأفحص حياتي؟ علشان الإنسان باستمرار يشعر جواه أنه مشتاق، يوم أنا بشيل هذه الأخطاء. أظن كلنا لما بنروح كده في مناسبة رسمية كبيرة، كل واحد يلبس أحسن ما عنده وأفضل ما عنده ويظهر بأجمل مظهر موجود. أهو أنت كده بالظبط، التوبة تزينك وتجملك وتخليك كده قدام المسيح بشهوة وباشتياق داخلي إنك عايز تشوف مسيحك وما تسيبوش أبدا. ده المشهد التالي. المشهد الرابع مشهد الأسرار المقدسة. دي كلها تدريب علشان تربي في الإنسان شهوة الالتقاء بالمسيح. الأسرار المقدسة طبعا على قمتها سر التوبة وسر التناول. الأسرار المقدسة، سر التوبة اتكلمنا فيه، لكن سر التناول بقى يقول لنا كده في عروس النشيد العبارة الجميلة: ليقبلني بقبلات فمه. كأن سر التناول هو السر اللي فيه المسيح يقبلني. وكلمة القبلة في مفهومها مفهوم المحبة، الحب الكامل. فممارسة الأسرار والانتظام في ممارسة الأسرار بيربي في الإنسان باستمرار شهوة الالتقاء بالمسيح. أنا عايز أعيش وياه، وزي ما بنتعلم: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. آخر مشهد أو آخر تدريب يدربنا في حياة ونمو رغبة الإنسان واشتياقه الداخلي أن يقابل المسيح هو مشهد الخدمة. الخدمة، الخدمة، الحياة المسيحية ليست حياة فيها أنانية، يعني مش أنا وبس، ده كل اللي فات ده بترجمه لخدمة الآخرين بأي صورة بقى. حتى الخادم الصغير اللي بيروح يفتقد أولاد صغيرين لغاية الأب الكاهن والأب الأسقف اللي مسؤول عن رعية وعن شعب وعن كنايس وعن كهنة وعن شمامسة وعن أسر وعن شباب وعن صغيرين وعن كبار. الخدمة صح في أماكن بنتعلم فيها وفي مراكز إعداد خدام وفي وفي وفي، لكن الخدمة دي عطية خاصة من الله يحطها في قلب الإنسان اللي بيشتاق له دايما. كل ما تشتاق للمسيح تنزل تخدمه، لأن الفقير والمريض والمحتاج والصغير والبعيد والمنحرف والخاطي، كل دول المسيح عايزك تخدمه. ليه؟ يوم ما تخدمهم هتقابل المسيح فيهم. وأظن هو قال لنا كده: كنت مريضا وكنت عطشانا وكنت جوعانا، لآخر الحاجات ده هي كلها. فمشهد الخدمة، الخدمة ما هيش رتبة، ما هيش رتبة، يعني مش ده عشان عملناه أبونا بقى خادم، لا، ده الخدمة دي روح، روح. والخدمة دي شكل من أشكال أتقابل مع المسيح. أنا مش رايح القرية دي ولا المكان ده ولا الناس اللي عايشة في ضعف، لا، أنا رايح أتقابل ويا المسيح. مرة من المرات، ده القصة دي من 20 سنة كده، جه مجموعة شباب من أستراليا مولودين هناك، فطبعا حياتهم حياة غربية. فلما جم عندنا وزاروا قرية من القرى وراحوا فيها، شافوا ناس بسطة جدا وناس يعني ظروفهم محدودة للغاية. لما رجعوا بسألهم: هو إيه الانطباع بتاعكم؟ فرد واحد فيهم وقال: إحنا النهاردة شفنا المسيح، شفنا المسيح في القرية دي. فأنا بضحك وياه وأقول له: يعني هو المسيح مش عندكم هناك في قارة أستراليا دي كلها؟ قال: بس هنا تلامسنا وياه، تقابلنا وياه، حسينا بيه وهو حس بينا. فالخدمة بصفة عامة، الخدمة التي من القلب، هي عبارة عن مقابلة مع المسيح.
وشهوة الإنسان اللي بيحركه في الخدمة دي. الخدمة دي مش بناخد فيها فلوس، يعني الخادم اللي بيخدم ده مش بنديله كده أجر، أنت عملت كده خد الفلوس دي، مفيش الكلام ده. طب إيه اللي بيحركه؟ إيه القوة الدافعة؟ طب لو إنسان بيعمل في عمل بنقول له العمل ده وهتاخد مرتب كده، فوجود المرتب بيخليه يشتغل. طب الخادم ده يشتغل إزاي؟ إيه اللي هيحركه؟ غير أن جواه رغبة واشتياق أنه يقابل المسيح في من يخدمه، ودي قمة نجاح الخدمة، أنه يقابل المسيح في الذين يخدمهم. الخلاصة يا أحبائي أن في شهر سبتمبر أو شهر توت بتتكون ما بين العيدين النيروز والصليب في النص الأول وفي النص الثاني، بيكون وبيساعدنا أنه يتكون في داخلنا شهوة الالتقاء بالمسيح، والرغبة ده هي بتتكون جوانا من سنة إلى سنة ومن موقف لموقف، وبنعيش فيها عشان الإنسان يبقى في داخله هذا الاستعداد الكبير. ربنا يحافظ عليكم، والنهاردة زي ما كنا بنقول في المديحة للعذراء، بكرة 21 توت تذكار لأمنا العذراء مريم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. أمين. الليل يا دوك سابت ريكيوك يا جيوم نفماتي دلوش بولن قوين مجي عوبن شوي سيسوس بخريسوس وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين، ولاتي إلى القديسة الطاهرة مريم الأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال، والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيناء غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم، وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي. أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماء. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك قوة المجد إلى الأبد أمين. أستأذنكم الأسبوع الجاي مش هيبقى فيه اجتماع، هعمله خارج القاهرة، فالأسبوع اللي جاي بس، وبعدها نبقى نرجع لاجتماعنا هذا. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمضوا بسلام. سلام الرب ومع روحك أيضاً.